وستمتد هذه الثورة لتعم العالم العربي من الخليج إلى المحيط. تكبير! الله أكبر! إحنا ننشر العنف من العراق لازم ينتشر. بدل ما ننشر العنف في الكويت وفي البحرين وفي السعودية ننشر في العنف كلها. وهذه الممارسات التي تمارس تجاه الإخوان المسلمين أو تجاه قطر هو موقف تجاه الثورة العربية. قبيلة مطير واتصال حتى بالشيعة، والشيعة الوهابيين كفرتهم عاملة الكفار. هذا كل الاتصالات أخي القائد كلها موجودة. بعد اتصال من حسن دوغان كبير موظفي مكتب أردوغان سمح لحاكم بدخول البلاد وتنظيم المؤتمر. هذه اسم قادة الحزب. هذه أول نشرة قبل 3 سنوات أو 4 سنوات لها. اسمه ورد على قائمة الإرهاب للرباعية العربية عام 2017 ويعيش في تركيا تحت حماية الإخوان، حيث يدير شركة عقارية يمتلكها هناك. يهمني رأيك الأخ القائد في هذا لأن واحدة الضجة والحكومة هناك انزعجت